السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ تقول تمام. مقطع اليوم سلسلتك الألف كاس وحلقة الثانية من هذه السلسلة. وقبل أن نبدأ خلي ندخل المتجر نأخذ هالجائزة أعطتني إياها الشركة. ملزق أوكي. شيء بعد أعطيتني إضافات؟ ما في شيء. ومطلع لكم مقدمة دسل لايك واشتراك وخلونا نبدأ. حاول تركز في الجيم، يمديك تزمن، يمديك انها تهجم، بس انا بحاول شوي بزمن شوي عليه اني اشوف اذا اي واحد قد قرب عشان بخرب عليه الدمج. انا دخل نخرب عليه اول ما يصير. ايوه دمكته خلاص. هو بيجيني في لحظه. ايوه تموت تموت تموت. البطيء. اوه اسمه كرو. يا تكفى تكفى الدمج الدمج. خليني اذا تجيها باقي انا عشان ما راح يدمجني. ترو ما اذكر يروح، اعتقد ما اعرف كم مات ولا. ربيتك يا كاس. اسحب لي اسحب لي، روح شخص ثاني بقز تربل ذا. يلا خرب بيت، منين جاب 8 باورات؟ هذا الساح من ازفة الساحات. يبالك على طول انتبهت انت. شوف شوف خذ لك هاك من ازفة الساحات. ليش اسبب من ازفة الساحات؟ ما تتوقعك مفاجئ. اوكي بدمج اي واحد اشوف اي ما تكفى. لا تدمجني يا سبايك، توكل عني. معقول كرو اسحب عليه؟ هذا خضرك، هذا نهاية البوار. ها عاد صحتي تروح. ترى المشكلة ينبهوك لا تطمع بالبوارات. ايوه خلص كويك. يلا خلي ضربات من غير شكل ال مبروك. ابعرف كيف صابني كيف صابني. باز يا باز. يلا تروح ايش اللي سويت الحركة هذي؟ وبيستخدم جلدك مرة ثانية ترى. عين يعني اغلط مرة الأولى، حاول تضبطها مرة ثانية. شوف إذا راحت بعيد ما راح أعاودها، ما راح أطيق. ابغى فنشه فنشه. كفيني تك واحد، حاول ما تديم اكثر من تك. بقى الزون شكلي بس حبل. ايوه خلاص يعني. خلاص بقينا انا وتك. هو في حال اسوي لك ذا خلاص الحين بيتورط هو.
حاول بداية الجيم ما تطمع بالدورات ابدا، يعني تكفيك واحد الا هنتين لا تزيد، لانك المشكلة من تطمع الكل يقلم ضدك هذا الشيء الاول، والشيء الثاني يعني بتضحي بنفسك تجمع بورات واخر شيء بلا اي فايدة. وش قصة نيدا الجيم؟ بيها لحظة، هذا بيفهم ولا هذا شكل ما يفهم؟ ما يفهم خلاص، ترى في فتيين بعض من عقولهم ما عفوي. يلا شوف طمع بورا، شفت كيف قعدت الحين تاخذها؟ لو ان متيم ما مطمع كان بيوخذ كم بوا. انا خلنا شيك فوق هذا المكان، ايوه ما حد خلاص طيب الحين عدت خذ بوارات، باقي كرو. كرو يبغى له زبنه ينزل. طيب بحاول اسوي تحدي، ينزل بخلي يموت بدون لا دمج، كان بياخذ بورا عشان قلت ما بني اخذها. يلا الحين بقص انا هنا بلا اخوفه، اخوفه بس بخلي يموت تلقائي. فين راح هو اساسا؟ شو من هين جاك؟ بس بخوفه هو. واسوي واحدة جاني. ايه من هين جات؟ لا كيف ايش سوى زي ما لعب؟ نعم كان ضرب واحدة وطالع من الجيم. لا المشكلة كنت مطمع بورات وما انتبهت يعني في ذاك الوقت. الحين بعطيها الزبنة شوي كذا لين ما يخف العدد. ايوه فايبر خلاص ما موجود يعني هنا، خلاص اعتقد دمنا اربعة مدين الحين التذاكر بس ادورها. راح يكون عندي السوبة علشان ان اقدر اتصرف معه. الو هين سبني انت ولا؟ الله يا اخي دايما استو شوفه عنده بورات كثيرة. فوق ذلك دمجتني. شوف هذا الجيم ترسبن عط تعال شوف الطريق حمار اسيلك ذا لقيت دمجه خلاص مات اسحب علي لقي الباور. خلنا نجمع بس شوية كم باور وروح له. شوف تك ما يتفاهم ايش قلت. تيم تيم اوي قصت على الاقل نتعاون عشان نطلع بالمرة. ايوه اطلع حاليا تقييم ثلاثة تك موجود في الجيم. يعني بالله عليك من يستخدم روز هنا؟ ايوه بقى تك تك اذا رمى السوبر مشكلنا. فرح كل بورات عشان يصير اقوى.
اقصد السوب عشان يصير اقوى. يحشرني يحشرني. ايش قلت هو حشرني بالزون. خلاص انا شو بسوي؟ وبس المقطع بشكل كامل. تبدو اذا تنسى اللايك واشتراك ومع السلامة.